مع هذه التصرفات التي نراها في أوروبا؟ هل حدة الخلافات أو حتى التوتر السياسي خفت كما نلحظها من التعاملات في البورصات اليوم؟ نعم أعتقد ذلك، فرأينا البورصات الأوروبية تفتتح بقوة اليوم، ومع تواصل اليوم خسرت بعض الزخم. الأمر الأساسي هنا هو لا يرتبط فقط بعودة الجيش الروسي إلى ثكناته في أوكرانيا، وإنما هناك شيء من الارتياح من أن أمريكا سوف تتدخل في العراق مما يوقف ارتفاع أسعار النفط. نعم هناك انتعاش، لكن معظم البورصات أقل مما كانت عليه عند بداية العام، ويبدو أن هذا الانتعاش قد بدأ يفقد زخمه. نعم. هل برأيك يعني الأسواق هي التفتت أكثر لما يعني لحديث السياسة حول التدخل الأمريكي وضمان أن لا ترتفع أسعار النفط؟ هل هذا هو تقريبا السبب الرئيسي لهذا الارتياح؟ أعتقد أن هذا هو الحال في الوقت الحاضر، لكن التركيز على الأحداث السياسية يعكس أيضا غياب بيانات أساسية صادرة من أوروبا، فمعظم المكاتب الإحصائية في حالة عطلة خلال شهر أغسطس، عطلة الصيف، وبالتالي هذا الأمر لا يحدد حركة الأسواق، وبالتالي نجد أن الأحداث السياسية هي المؤثر الأساسي. في المملكة المتحدة لدينا تقرير التضخم من المركز الإنجليزي يوم الأربعاء، سوف يعيدنا إلى التركيز على الاقتصاد وفيما يخص الاسترليني ومعدلات فائدة، لكن بالنسبة لبقية أنحاء أوروبا غياب البيانات الاقتصادية يجعل السياسة تحتل موقع الصدارة حاليا. نعم، يعني لنتحدث أيضا على أستراليا، الاقتصاد الأسترالي وأيضا التغيرات التي حفل بها يعني الدولار الأسترالي في الآونة الأخيرة. ما الذي يدعم هذا الاقتصاد؟ هل هناك نوع من التوقع السلبي حتى نهاية هذا العام؟ الدولار الأسترالي مدعوم نتيجة العناصر الأساسية الائتمانية القوية لأستراليا، وهي من قلائل الدول المتقدمة التي لا زالت في حالة أو في تصنيف تريبل أي. وطبعا في الماضي كلما كان لدينا تحشي للمخاطر كان الدولار الأسترالي يتعرض لعمليات بيعية، وبالتالي هناك توقعات بأن الاقتصاد الأسترالي يشهد تباطؤا، وتخفيض معدلات الفائدة من المركز الأسترالي أمر غير مستبعد، ولكن بناء على الوضع الاقتصادي الأسبوع الماضي المركزي الأسترالي خفض توقعاته للنمو وقال بأنه سيحافظ على معدلات الفائدة حاليا. طبعا البطالة في أستراليا عند أعلى مستوى في 12 عاما، وهي فوق المستوى الموجود في أمريكا لأول مرة منذ 7 سنوات، وبالتالي نحن لا نستبعد حصول أي شيء، وهذا الأمر لا زال يشكل ضغطا على الدولار الأسترالي، ونتوقع أن يتراجع عن المستويات الحالية، لكن على المدى القصير الدولار الأسترالي مدعوم نتيجة سلوك تحاشي المخاطر المسيطر على الأسواق. إذن فيما يتعلق طيب العلاقة التي نراها توم ما بين الاقتصاد الأسترالي والصين، حتى أن الاقتصاد النيوزيلندي له علاقة وثيقة بالاقتصاد الصيني، كيف ترى أيضا حساسية هذين الاقتصادين لوضع الاقتصاد الصيني؟ من الواضح أن كل من نيوزيلندا وأستراليا هي من يزود الموارد سواء الحديد أو الفحم أو الألبان إلى الصين، وبما أن الحكومة الصينية تواصل ضخ الائتمان والأموال في الاقتصاد فهذا الأمر دعم المعنويات في كلا الاقتصادين والبلدين. في المستقبل سيكون لدينا المزيد من التكامل، ولا سيما أن استهلاك الغذاء في الصين سيصبح أكبر مع زيادة غنى هذا البلد. أما بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا فالسؤال هو كيف سينوعان اقتصادهما بعيدا عن الصين والتوجه نحو الهند التي تشهد زيادة في والتوسع في المدن وأيضا زيادة على الطلب على الفحم. نعم العلاقة مع الصين قوية، ولكن مع مرور الوقت سوف نرى تحولا من أستراليا أكبر باتجاه الهند.
أشكرك توم فوسا، وأنت رئيس قسم اقتصاديات الأسواق في بنك أستراليا الوطني.